ضمن فعاليات أسبوع الأزياء الباريسي الذي يقام في ظل جائحة كورونا، قدمت دار ليونارد الفرنسية مجموعتها الجديدة للملابس الجاهزة للخريف والشتاء المقبلين. مجموعة قدمت افتراضيا، لكن الدار فتحت أبواب مشاغلها لقناة العربية حصريا. وليلة بزاري لمشاهدة طرق تحضير وحياكة القطع عن قرب. ليث كما قلنا زار هذه الدار، فتح الباب ودخل وشاف شنو التفاصيل. مرة أخرى تقدم فعاليات أسبوع الأزياء الباريسي افتراضيا. بشكل استثنائي فتحت دار أزياء ليونارد الفرنسية أبواب المشاغل أمام فريق العربية لتصوير تحضيرات مصمم الدار الألماني جورج لوكس لمجموعته الجديدة للخريف والشتاء القادمين للملابس الجاهزة، وهي مجموعة مستوحاة من أحد أفلام السبعينيات بألوانها وقصاتها التي استخدمها المخرج في هذا العمل السينمائي. أثناء العزل الجماعي كنت أملك الكثير من الوقت لمشاهدة الأفلام القديمة. شد انتباهي فيلم للمخرج الفرنسي كلود شابرول أخرجه نهاية السبعينات. أعجبتني أزياء وأجواء هذا الفيلم وكذلك ألوان القطع التي ارتدتها الممثلات. قررت أن أستوحي مجموعتي الجديدة من هذا العمل السينمائي الرائع. استخدم المصمم أقمشة عدة لحياكة مجموعته الأنثوية، إذ شهد المسيلين والفرو والريش والستان الحريري والجاكار في المجموعة، كما عرضت طبعات في بعض الفساتين كطبعات النمور. أما الأكسسوارات فشهدت حقائب صغيرة تحمل اسم إليزي والبروش على شكل زهرة حريرية، وكذلك القفازات والأحزمة النسائية الراقية. أما الألوان التي شكلت مجموعة الموسم القادم فكانت أغلبها مستوحاة من ألوان ثمانينيات القرن الماضي. قبل أشهر كنت أبحث في أرشيف دار ليوناردو عن هذه الحقبة التي كان يطغى عليها نمط الأرت ديكو، ما دفعني إلى استخدام ألوان المجموعة كالزهري القاتم والبني والبيج الراقي والأنيق. معظم دور الأزياء الفرنسية أقامت عروضها افتراضياً بدون جمهور بسبب جائحة كورونا، وقررت استقبال بعض زبائنها لمشاهدة المجموعة الجديدة للخريف والشتاء المقبلين في مشاغلها الباريسية بعدد محدود جداً لتجنب التقارب واحترام التباعد الاجتماعي. ليث بزاري، العربية، باريس.